أهلا بكم من جديد. أفاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي سيرجي لافروف سيحمل الأمم المتحدة على تشكيل مجموعة خبراء لتحديد المسؤولين عن هجمة كيماوية بغاز الكلور وقعت أخيرا في سوريا. ومن المنتظر أن يتبنى مجلس الأمن الدولي بعد ساعات قرارا بتشكيل لجنة خبراء يكلفون بتحديد هوية المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. في وقت الحديث عن مبادرات ومقايضات وتسويات في الملف السوري، يدخل عامل جديد على البازار السياسي المفتوح، وهو التلميح بورقة كشف الفاعل والمسؤول عن الهجمات الكيماوية بغاز الكلور التي وقعت أخيرا في سوريا. جون كيري وزير الخارجية الأمريكي أفاد اليوم بعد لقائه سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي في ماليزيا، أفاد أنهما توصلا لاتفاق ستقوم بموجبه الأمم المتحدة بتشكيل مجموعة خبراء لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية تمهيدا لمحاسبة المسؤولين. And indeed I believe reached an agreement that تحدثنا أيضا عن قرار الأمم المتحدة، وأعتقد أننا توصلنا إلى اتفاق بأنه يجب طرح القرار للتصويت عليه قريبا، وهو أمر سيؤدي إلى عملية محاسبة المسؤولين التي كانت غائبة. دبلوماسيون قالوا إن القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن من المرجح أن يمرر دون اعتراض روسي، وذلك لوجود توافق على مسودة القرار التي وضعت اللمسات الأخيرة عليها خلال محادثات ماليزيا بينما تم الإعداد لها في الأشهر الماضية. يمكن إذن القول إن روسيا قبلت العرض الأمريكي لبيع نظام الأسد وبدأت الإعداد للتخلي عنه، وملامح هذا كانت واضحة في الأيام الماضية لأن الاتفاق مع الجانب الأمريكي على قبول التحقيق والبحث عن المسؤول عن الهجمات الكيماوية يعني أنه القبول بإدانة نظام الأسد، لأنهم بلا شك يعرفون أنه من استخدم السلاح، وكانت اللجنة الماضية التي أثبتت استخدام الكيماوي تعلم من استخدمه، إلا أن اتفاق تسليم مخزونات النظام كان يقضي بأن لا يصرح من الفاعل، بمعنى أن واشنطن تعلم من الذي استخدم السلاح وحان الوقت المناسب للمقايضة مع موسكو. روسيا حليف الأسد الذي يبدو أنه لم يعد موثوقا كانت تتهم الثوار باستخدام السلاح الكيماوي في رواية عصية على التصديق والفهم، إذ أنهم لا يملكون المواد ولا السلاح المطلوب، لكنها دأبت على اتهامهم. روسيا اليوم تفسح المجال لكشف الفاعل وبالتالي إدانته وعقوبته، فما هو القادم وما هو الثمن الذي حصلت عليه، خاصة أن قضية استخدام الكيماوي وطرحها في مجلس الأمن سيفتح بابا لتحديد أسماء منظمات وحكومات متورطة في الاستخدام والتمويل. نظام الأسد الذي كان في الفترة الأخيرة يتوسل في عواصم حلفائه ويعزف على وتر محاربة الإرهاب يبدو مع هذا الاتفاق الأمريكي الروسي في أسوأ حال، فماذا يمكن أن يفعل حيال الطلب منه تسهيل مهمة التحقيق، وكيف يمكن أن يتعامل مع تركه وحيدا ليواجه مصيره، وهل بقيت لديه أوراق أخرى ليلعبها بعد أن باع وسلم ما يسيطر عليه من سوريا لإيران وروسيا مقابل المساعدة والتستر على جرائمه. قراءة في الموضوع مع الدكتور رضوان زيادة مدير المركز السوري للدراسات، انضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن، ونضال الشيخاني مسؤول العلاقات الخارجية في مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا عبر الهاتف من بروكسل ينضم إلينا. أرحب بكما وأبدأ معك سيد شيخاني. طبعا اتفاق جديد، نريد أن نعرف تقنيات وآليات هذا الاتفاق. في السابق يعني دخلت اللجنة القديمة إلى دمشق كانت تعرف من استخدم الكيماوي، لم تفصح، والآن يقررون لجنة جديدة. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة هي طبعا سلسلة من المتابعات القانونية على الصعيد الدولي. اليوم هناك انتهاكات ممنهجة بالسلاح الكيميائي مستمرة وبعنف على مناطق قد خرجت عن سيطرة النظام السوري، وبالتالي عمل النظام بكل وبشتى الوسائل على قمع كل من وقف في طريق هذا في طريقه، وبالتالي واستخدم هذه الأسلحة.
اليوم على الصعيد الدولي هناك حراك جدي من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن قبل فرق من الأمم المتحدة، طبعا بتكليف من مجلس الأمن للتقصي عن كيفية استخدام هذه الأسلحة ومنهجية استخدام هذه الأسلحة. وقد طبعا عملنا مع هذه الفرق طبعا بمشروع أخير انتهى قبل أيام، طبعا يؤكد على كيفية استخدام وطبعا هذه الأسلحة ومدى تأثير هذه الأسلحة على المدنيين والمناطق التي استخدمت فيها في الأونة الأخيرة. اليوم هناك حراك جدي من طرف المجتمع الدولي طبعا كيفية تحديد مسؤولية الفاعل، يعني تحديد مسؤولية الفاعل. يعني سيد شيخاني، اللجنة القديمة التي دخلت الغوطة، يعني ألم تكن تعلم علم اليقين بأن النظام هو من استخدم الكيماوي وكانت النتيجة مصادرة كيماوي النظام، أسلحة النظام الكيماوية؟ سيدتي اليوم هناك يوجد انتهاك لاتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاتفاقية، وهناك أيضا انتهاك للقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن. موضوع طبعا هناك بنود تنص على أن هناك بحال استخدام بحال إثبات ماهية استخدام ومن هو استخدم هذا السلاح فممكن فقد يكون هناك بوادر لاستخدام القوة العسكرية ضد من استخدم هذه الأسلحة وكل القدرات القانونية على الصعيد الدولي لمحاسبة من استخدم هذه الأسلحة. كل المؤشرات والأدلة التي سلمت للفرق الدولية وأمام طبعا المعنيين وبالوثائق تقول بأن هذه الأسلحة استخدمت من قبل الطيارات الحربية التي ينفرد بامتلاكها النظام السوري، وقد رأينا العديد من الفيديوهات والشواهد التي تدل على كيفية ومنهجية استخدام هذه الأسلحة على المدنيين. وبالتالي ومن هذا المنبر نعلن بأن هناك عملية محاسبة موسعة على الصعيد الدولي لمن استخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين. نعم دكتور رضوان زيادة، عملية محاسبة، يبدو أن روسيا فتحت المجال الآن لإدانة النظام. طبعا هذه العلاقات الأمريكية الروسية الجديدة نريد قراءة فيها، وهذا التغير في المواقف إن هو تغير فعلا كيف تراه؟ دكتور رضوان. نعم في بداية يعني مشروع القرار ربما يقر غدا أو بعد الغد. الآلية الجديدة المتفق عليها أنها سوف تكون مشتركة بين الأمم المتحدة وجمعية حظر الأسلحة الكيماوية، لكن هناك ثلاث نقاط بحاجة إلى إيضاح. أولا تحديد ما هي الأسلحة الكيماوية، لأن وفق الميثاق التي تقوم عليه المنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فإن غاز الكلور الذي استخدمه النظام بكثافة هذا العام والعام الماضي لا يدخل ضمن الأسلحة الكيماوية. ثانيا الآلية المحاسبة التي بمعنى قرار مجلس الأمن ينص على تحديد الفاعل، لكن هل تحديد الفاعل تعني هل هناك آلية للمحاسبة وهل تعني العودة إلى مجلس الأمن مجددا من أجل الاتفاق على قرار جديد من أجل المحاسبة؟ وثالثا أنه آلية العمل المشتركة التي سوف تكون بين الأمم المتحدة ومنظمات حظر الأسلحة الكيماوية. وبالتالي هذه الثلاث نقاط بالنسبة لي على الأقل، رغم أنه قرأت مسودة مشروع القرار ليست واضحة في البداية، ولذلك ربما علينا أن ننتظر حتى الآلية النهائية التي بكل هذه التحفظات. يعني هناك مؤشرات على أنه ليس هناك تغير في الموقف الروسي، وإنما بشكل أو بآخر تغطية على نظام الأسد بحيث القول أن نظام الأسد لم يرتكب مثل هذه الجرائم عبر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه وإنما استخدمتها المعارضة. يعني في حال هي التغطية ليس تغير في الموقف الروسي وتغطية على نظام الأسد، يعني هل هناك إمكانية لإدانة الثوار؟ طبعا اذا كان هناك اذا ثبت استخدام من اي طرف او على الاقل اذا ثبت ان هناك تم استخدام عينات ما ربما تدين المعارضه السوريه المسلحه بشكل او باخر. ولذلك ولا ننسى انه في النهايه يعني الامم المتحده جسم سياسي
ونظام الأسد هو المعترف به من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي ربما تكون هناك تسوية سياسية ما في النهاية، حتى ولو كان على حساب إبراز الدليل النهائي فيما يتعلق بالجهة التي استخدمت الأسلحة الكيماوية. نعم، نضال شيخان، يعني ما مراحل هذا الاتفاق الجديد؟ متى يصل إلى مجلس الأمن؟ يعني هل يمرر هذه المرة إن كانت هناك عقوبات؟ هذه العقوبات ما مستواها؟ ما المتوقع منها؟ في الحقيقة لا نرى في الأفق هناك مشروع للعقوبات، لكن أرى أن هناك طبعا عملية جدية لمتابعة التحقيقات بشأن تحديد المسؤولية. الآن هناك استخدام ممنهج لغاز الكلور. غاز الكلور هو من الغازات القاتلة، يعني استنشاق هذا الغاز قد يؤدي إلى القتل، وأي مادة تستخدم لقتل البشر فهي مادة محرمة دوليا حتى إن كان الماء. اليوم طبعا قرار مجلس الأمن الأخير كان واضح وصريح وشفاف حينما قال سيتم ضمن هذا القرار بالفصل السابع تحت من ميثاق الأمم المتحدة بحال إثبات أي انتهاك جديد بأي مادة كيميائية إن كانت وحتى إن كان غاز الكلور. اليوم هناك جدية، أنا أرى جدية من المجتمع الدولي بموضوع وضع هذا الملف أمام الجنائية الدولية، لأن هناك اختراق للاتفاقية، وهناك من يقول 190 دولة ضمن منظمة حظر أسلحة كيميائية أنا أستخدم المواد السامة وأقتل البشر والحجر ولا يبه بأي عقوبة ولا يبه بأي شيء. شكرا لك نضال شيخاني، مسؤول العلاقات الخارجية في مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، كنت معي عبر الهاتف من بروكسل. وشكرا للدكتور رضوان زيادة مدير المركز السوري للدراسات، كان معي عبر الهاتف من واشنطن. شكرا لكم مشاهدينا، ختم هذه الحلقة من تفاصيل، دمتم في أمان الله.